بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أحبابي الكرام، مائدة القرآن مائدة عامرة لا ينضب معينها، ومعنا في هذه الأمسية معنى جميل من المعاني التي نستقيها من خلال القرآن الكريم، وهو معنى الأخوة في الله سبحانه وتعالى. جرت مفاهيم الناس وأعرافهم منذ القدم على أن الإنسان صلته بأخيه مبنية على الوالدية، على الأبوين، الأب والأم. ولكن الناظر بعين الفحص والتنقيب والاختبار ليدرك أن الترقي في هذا المبدأ هو أولى ما يكون في عقل الإنسان المؤمن، وذلك أن هذا الإنسان إذا ما ترقى في أخوته للآخر من الأبوين إلى الجدين سيصل في النهاية إلى آدم عليه السلام، وهو الأصل الأول. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فجاء مبدأ الإسلام ليؤكد على أهمية الأخوة في الله عز وجل، فقال الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلو كان هناك مؤمن في أبعد سقع في هذه الأرض، في شرقها أم في غربها أو في شمالها أو في جنوبها، وهو يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد جمعني الإسلام به في هذا المبدأ، فهو أخي في الله عز وجل، أخي في الله عز وجل. يؤلمني ما يؤلمه ويفرحني ما يفرحه. لئن سمعت عن مأساة إخواننا في باكستان فإن الذي ألم بهم وأضر بهم هو لمما يضر بأفئدتنا كذلك. وعندما نسمع عن فرحة أخ مسلم يعيش في بيرو أو في تشيلي أو في فنزويلا، أي مكان في الأرض، يفرح فرحة مبنية على طاعة الله عز وجل وعلمت بها، فأنا أفرح لفرحه، أفرح لفرحه. وهكذا هو الإسلام أيها الأحباب الكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل إن من أحب إخوانه في الله عز وجل كان في عداد الأربعة أصناف الذين استوجبوا واستحقوا محبة الله عز وجل. فقد روى الإمام مالك في موطئه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. أنت تحب أخوك في الله استحقيت محبة الله، أنت تجالسين أختك في الله استحققت محبة الله لك، أنت تزور أخاك في الله استحققت محبة الله، وأنت تبذلين شيئا من مالك من نداك للأخت الأخرى فقد تكونين من الذين يستحقون محبة الله سبحانه وتعالى. كما قال القائل متيم بالندى: لو قال قائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي. هكذا هي الأخوة، هكذا هي الأخوة أيها الأحباب الكرام. بل إن الإسلام جعل حتى الخادم المؤمن أخا لي في هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه، لاحظ أخوه، الخادم أخوك إذا كان مؤمن مسلم، فمن كان أخوه تحت يده يعني يخدمك ويشتغل عندك في مزرعة، في بيت، في مكتب،
في أي مكان، يقود لك سيارة، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. إذا أنت تفصل لنفسك كندورة ب150-200 درهم، خذ وياك قل تعال يا فلان وفصل الكندورة. من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، لا تشيله فوق طاقته. عندك طباخة في البيت، لا تقولها الساعة 1 في الليل أبقي سحور أولي والساعة 3:30 أبقي سحور ثاني، كوني مستيقظة طول الوقت، حرام حرام هذا التعب. ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر فيما بيننا مبدأ الأخوة والتحاب والتزاور والتجالس والتبادل في الله، إنه سميع مجيب الدعاء.